نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح للميا عشان تعرفنا على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها على سؤال الحلقة. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا. قولي لنا بتعملي إيه؟ عودتي ابنك الأول إزاي؟ وأنت عرفتي إزاي أو عملتي إيه وأنت صغيرة؟ هو وأنا صغيرة ما كنتش يعني ما حدش كان بياخد معايا مجهود، هو صومي فبصوم، يمكن ما خدتش وقت كتير. ما خدتش وقت كتير في ان انا اصوم مثلا لحد الظهر او العصر، بعمل زي ما هم موجودين بالظبط في البيت معايا، جدتي او مامتي بيصوموا فبعمل زيهم وبقلدهم، بيصلوا فبصلي زيهم وبقلدهم، فما خدتش وقت كتير قوي ان انا يعني اصوم اليوم كله، لا يعني يمكن سنه واحده بس، رمضان بس اللي عدى عليا واحد بس، وبعد كده صمت اليوم كله. انما ابني هو اللي بيسال بقى لما بقول له نصوم علشان نحس بالفقير وعلشان ربنا طلب كده، فبيقول لي يعني اجوع؟ قلت له اه جوع. انا غفلت عنه مثلا ساعه واحده بس لقيته بياكل، فبيقول لي اصل انا جوعت فاكلت خلاص، يعني حسيت بالجوع، يعني حس بالجوع، حس انه عطشان فاكل خلاص. فببتدي ابذل مجهود بقى ان انا اقرا اكتر وافهم، يعني افهم ازاي اشرح له واوصله فكره الصيام احنا عاوزين منها ايه بالظبط. فشغالين على ده لحد دلوقتي، بس هو لحد الظهر لحد دلوقتي. حلو، ربنا يخليه لك. واحدة 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 واحدة، وما تقرصيش وهتيجي المواضيع لوحدها إن شاء الله. بصبح عليكم مرة تانية وبصبح على مشاهدينا كمان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا المرورية من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة واخد اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه لميدان الأوبرا والعكس، وبتظهر برضو كثافات إنما متحركة في المسطح الأرضي في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد. هنكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، وفي كثافات على طريق المحور للي قادم لميدان لبنان. أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر في كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف إسماعيل، بعد كده نرجع مرة تانية للمحور. ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بتبدأ تظهر دلوقتي عليه كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلات. كمان هناخد بالنا أن غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر لازم الاتجاه في نفق حازم حسن، ونتجه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام القادم من طريق الواحات، ويفضل كمان الطريق السياحي الجديد. بتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وكمان شارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل لحد شارع التحرير. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين المدينة وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. ومن منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل مع محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات مرورية نسبية، وكثافات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.